السلام عليكم. فاجأت مغنية الملاهي والمدعوة وردة شارلمانتي كل متابعيها منذ قليل بفيديو جديد، وهذه التفاصيل الكاملة، تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم. الله يرحم خوتنا محمد بوسماحة وأميلا كولوم، والله يرحم كاع جميع أمة محمد، وإن شاء الله يكونوا من أهل الجنة يا ربي. يا خوتي الله يصبر أهاليهم ووليداتهم ونساهم، ماشي حاجة سهلة الموت، هي الحاجة الحارة. وغدوة إن شاء الله يجيبوهم من بلجيكا مطار هواري بومدين في ألجي، ويدفنوهم يوم السبت. محمد بوسماحة يدفنو مسكين الله يرحمه ويوسع عليه، في بلعباس، وأمي لاكولوم يدفنو في ولاية مستغانم الله يرحمهم، ويجعل إن شاء الله متواهم الجنة يا ربي. ترحمهم برحمتك الواسعة يا ربي، ترحم كاع جميع أمة محمد، واللي راه مريض الله يشفي فيه، واللي راه حي الله يطول في عمره، واللي راه يدير في الفتنة الله يكاكيه ويهديه. نتوما اللي راكم ديروا الفتنة، هادو خوتنا ماتوا الله يرحمهم، ترحم عليهم، ترحم تكر قول كلمة حلوة، قاعد دير الفتنة وقعد بالقبر دخل جنة كيما تبغي، تبلعها كيما تبغي، دخل جهنم كيما تبغي، تبلعها كيما تبغي. ربي هو أولى بعبده، هو خلقنا ربي سبحانه، هو اللي تولي أمرنا ماشي أنت. بركيكم الفتنة، روح ختم القرآن، روح صلي، روح ادعي ربي، روح وكل يتيم، روح لدار عجازة صدق. أنت مين راك داخل وتشوف فيه هادو اللي يهدروا سما ويغنوا سما، أنت شفت؟ هو تشوف تاني حرام. خويا قانون اللي فينا يكفينا، الله يهدينا ويهديكم، والله يبعثكم علينا انتم اصحاب الفتنه، باسكو الفتنه اشد من فتنه القبر، الله يحفظه ويستر.